إذن مشاهدينا الكرام، حياكم الله في هذه التغطية المباشرة من مخيم عقبة جبر في مدينة أريحة. ننقل لكم مثل هذه التغطية مراسم تشييع جثمان الشاب محمود حمدان، والذي ارتقى قبل 9 أيام في الواحد من في الأول من هذا الشهر، حيث أعدمته قوات الاحتلال أثناء عودته من عمله أثناء قيامهم بشن حملة مداهمة واسعة في المخيم. Thank you.
حبيب الله، لا إله إلا الله، مجاهد حبيب الله، الله أكبر. لا
حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الإخبارية المباشرة والتي ننقل لكم من خلالها مراسم تشييع جثمان الشهيد محمود حمدان والذي ارتقى في الأول من هذا الشهر بعد قيام قوات الاحتلال بإعدامه أثناء عودته من عمله. قوات الاحتلال كانت قد داهمت مخيم عقبة جبر في مدينة أريحة في الأول من الشهر الجاري وقامت باعتقال 5 شبان ومداهمة عدة منازل. أثناء هذه المداهمة وأثناء المواجهات العنيفة التي اندلعت في مخيم عقبة جبر كان محمود عائدا من عمله على دراجته النارية. هو يعمل في منجرة قريبة داخل المخيم فتفاجأ بوجود جنود الاحتلال محيطين بالمنازل ومنتشرين في أزقة الحي الذي يسكنه. فتفاجأ أثناء عودته من عمله حاولوا إيقافه انزلقت به الدراجة النارية ومن ثم أطلقوا عليه النار وأردوه شهيدا. طواقم الإسعاف كانت قد عانت قبل تمكنها من الوصول إليه، حاولت تقديم الإسعافات الأولية له ولكنه قد فارق الحياة وأعلن الاحتلال عن ارتقائه شهيدا في مساء ذلك اليوم. هذا اليوم قوات الاحتلال قامت بتسليم جثمانه حيث كان محتجزا منذ يوم ارتقائه أي منذ 8 أيام وجرت له جنازة حاشدة حيث تم الصلاة عليه في مسجد المخيم ومن ثم نقل إلى بيت أهله حيث ألقت والدته وأخواته نظرة الوداع عليه ومن ثم خرجت المسيرة التي تحمل جثمانه عبر شوارع المخيم حاملة معها الأعلام الفلسطينية وأعلام مختلف فصائل العمل الوطني والإسلامي ورددوا هتافات مساندة لجنين ولنابلس ومقاومتها ومن ثم وصلوا إلى مقبرة المخيم وهو الآن يوارى جثمانه أثرة. محمود حمدان هو شاب كما قلنا يبلغ من العمر 22 عام يعمل في منجرة داخل المخيم تم اغتياله وتصفيته وإعدامه من قبل قوات الاحتلال أثناء عمله في المخيم وذلك خلال حملة أمنية حملة مشددة وقامت بها قوات الاحتلال على المخيم. نذكر إخوتنا المشاهدين ومتابعينا الكرام في وكالة جي ميديا بأن هذا المخيم مخيم عقبة جبر يخضع لحملة مداهمات مستمرة منذ ما يزيد عن شهر ونصف وذلك بعد أن خرجت عمليتين نوعيتين من داخل المخيم. العملية الأولى كان قد حاول تنفيذها شبان ولكن تعطل سلاحهما أثناء تنفيذها حالت دون نجاحها، وأما العملية الثانية فكانت قبل حوالي أسبوعين قتل خلالها مستوطن على مفرق ألموغ القريب من مدينة أريحة. قوات الاحتلال كانت قد كثفت من حملات مداهمة للمخيم وقامت باعتقال الشاب ماهر شلون وأشقائه وتتهم قوات الاحتلال بأنه المسؤول عن تنفيذ هذه العملية. وقبل خمسة أيام أو عفوا قبل أسبوع وصلت قوات الاحتلال إلى منزله مجددا وقامت بأخذ القياسات وأبعاد المنزل وذلك تمهيدا لهدمه وتفجيره. في هذه الأثناء على ما يبدو هناك انتهاء لمواراة جثمان محمود الثراء. لازلنا نشاهد العشرات بل المئات من أهالي مخيم عقبة جبر وكذلك مدينة أريحة الذين شاركوا في هذا التشييع. الشبان هنا رددوا هتافات لمختلف الفصائل الفلسطينية، رددوا هتافات لشهداء جنين ولمقاومة جنين ولمقاومة نابلس وكذلك لمحمد ضيف لما له من رمزية خاصة وشعبية لدى الفلسطينيين كأيقونة للمقاومة. Thank you.
إذن نحن الآن في مخيم عقبة جبر في مدينة أريحة. هذا المخيم طبعا هو ضخم المساحة، يبلغ عدد سكانه حوالي 10,000 نسمة. تم إقامة هذا المخيم عام 1948، وكان عدد اللاجئين فيه في ذلك الوقت يفوق 30,000، وهو كان من كبرى المخيمات الفلسطينية. ولكن بعد نكبة 67 انتقل معظم أهالي مخيم عقبة جبر إلى مناطق الأردن، وانتقلوا للعيش في المدن، وبقي العدد الحالي وهو حوالي 10,000 نسمة. هذا المخيم يقع على مساحة كبيرة بالنسبة للمخيمات الأخرى، هو حوالي 2 كيلومتر مربع. 88% من مساحة هذا المخيم هي تصنف مناطق ألف، وبالتالي هي تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية، و 12% هي مصنفة مناطق سي. ولكن على الرغم من أن المساحة أو الأغلبية مساحته تخضع لمناطق السلطة الفلسطينية، إلا أن هذا المخيم يعاني من وطأة مداهمات مستمرة لا تكاد تفارقه منذ شهرين بشكل شبه ليلي. قوات الاحتلال التفتت إلى هذا المخيم وكثفت من حملتها الأمنية بعد، كما قلنا، خروج عدة عمليات من داخله. هذه المدينة التي كانت تصنفها قوات الاحتلال على أنها مدينة هادئة وأنها مدينة مستقرة أمنيا وليست في حساباته الأمنية، هي كانت تعتبر ضمن الحديقة الخلفية للحسابات الأمنية لدى المؤسسة الإسرائيلية، كانت جل تركيزها على قطاع غزة، على الحدود الشمالية. وفي العام الأخير كثفت من تركيزها على جنين ونابلس ومدن الضفة، وكذلك على مناطق القدس. ولكن لم يكن في حسبان الاحتلال أن تكون هذه إذن لم يكن في حسبان الاحتلال أن تكون هذه المدينة إحدى محاور المقاومة الرئيسية في الضفة الغربية. نحن نتحدث عن ربع التركيز الأمني والنشاط العملياتي للاحتلال تركز في مخيم عقبة جبر ومحيطه، على الرغم من أنه لم يكن ضمن حسابات الاحتلال الأمنية من قبل. وبالتالي هذا يفسر تعامل الاحتلال بشكل شرس وحاد وغير مسبوق في وأد أي محاولة للمقاومة أو تطورها داخل مخيم عقبة جبر. لكن ما نلمسه اليوم في جنازة تشييع جثمان الشهيد محمود حمدان هو روح معنوية عالية لدى شبان المخيم، تكاتف فصائلي ووحدوي ربما لا نشاهده في الأماكن الأخرى. شاهدنا اليوم الأحداث المؤسفة التي وقعت في تشييع جثمان شهيد مخيم عسكر في مدينة نابلس وما شابه من تجاذبات واعتداءات من الأجهزة الأمنية، لكن هنا نشاهد لحمة وطنية عالية بين أفراد المخيم، جميع أعلام الفصائل الفلسطينية مرفوعة، الجميع يهتف معا، مختلف حاملي أعلام الفصائل رددوا للوحدة الوطنية ورددوا لمحمد ضيف الذي يجمع في رمزيته لكافة أركان المقاومة الفلسطينية. وشاهدنا أيضا حالة الغضب على وجوه الشبان الذين هتفوا بصوت واحد للشهيد وهتفوا للثأر وهتفوا للانتقام. إذن في هذه الأثناء نشاهد تقريبا الانتهاء من مواراة جثمانه الثرى، حيث يتم وضع تراب على قبره
وذلك في اختتام لعمليات تهيئة جثمان الشهيد. إذن مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه التغطية الإخبارية المباشرة من مخيم حرب الجبل، والتي نقلنا لكم من خلالها مباراة عثمان الشهيد محمود حمدان الثرى، والذي ارتقى في الأول من الشهر الجاري قبل حوالي 8 أيام، واحتجزته قوات الاحتلال، احتجزته